الأسبوع اللي جاي أخبار البلاغ إيه. كلنا مهتمين جدا جدا أنا دايما أقول عليها فقيهة الرحمة والحب والسلام والعطف ومحب للجميع ومحبة للآخر ولديها قدرة كبيرة على احتواء الآخر وعلى احتواء أبناء الوطن، ودايما بشعر إنها مهمومة مش بأمورها هي وأمور ولادها وأحفادها، لا ده هي مهمومة بأمور مصر والعالم العربي. معايا ماما عبلة الكحلاوي، وأهلا بيك يا دكتورة عبلة. أهلا بيك يا حبيبي، أهلا وسهلا، أهلا بضيفك القديم. دكتور عبلة في الأول بقى طمنيني الأول على صحتك بس، وأنا بعتذر لك على الإشاعة السخيفة اللي اتنشرت في الساعات القليلة الماضية بخصوص حضرتك. طمنيني عليك وعلى صحتك إيه الأول، عشان ما شفناكي مع عمرو أديب كنت تعبانة صحيا ووضع ليك. الحمد لله أنا والله بخير وإن شاء الله تعدي على خير، وربنا يهدي اللي بيحاول كده ينشر أخبار ممكن تفيق للناس وتديهم إحساس محبط في الناس اللي شايفينهم بيعملوا حاجة طيبة، لكن الحمد لله وجزاهم الله كل الخير برضه الحمد لله.